ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. حسين، بداية يعني أرحب بك، ما معنى هذه التصريحات لنائب الخارجية الروسي؟ هل يتحدث أو هل هناك الآن نية روسية لإيجاد مبادرات سياسية لحل الأزمة؟ فيروز، بعد التحية، دائما موسكو تعلن استعدادها لإجراء المفاوضات مع الجانب الغربي ولا سيما الجانب الأمريكي، لكن الغرب ومن خلال توريد الأسلحة إلى القوات الأوكرانية، وفي حال أيضا تم اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية من خلال تسليم صواريخ طويلة المدى وأيضا طائرات إلى الجانب الأوكراني، فهذا حسب التصريحات الروسية يعني بأن أي حديث عن المفاوضات قد انتهى بين روسيا من جهة وبين الغرب من جهة أخرى. دائما موسكو تؤكد انفتاحها لإجراء المحادثات، لكنها أيضا في المقابل تطلب بتحقيق شروط أمر الواقع أو بمراعاة شروط الأمر الواقع، وهنا شروط الأمر الواقع حسب ما يقرأ الخبراء وأيضا حسب المعلومات والأنباء هي أن موسكو تريد من الغرب وتحديدا من الولايات المتحدة بأن تعترف بأراضي المقاطعات الأربعة وأراضي القرم على أنها أراضي روسية. أيضا تريد روسيا من أوكرانيا بأن تكون دولة حيادية، دولة منزوعة السلاح. في حال استطاعت موسكو تحقيق هذه الأهداف وفق الدبلوماسية ووفق المفاوضات، فهذا الأمر تؤيده بشكل مباشر وعلى الفور ستوقف العملية العسكرية، ودائما تعلم بأنها مستعدة لذلك، لكنها تتهم الغرب بأنه هو من يريد إطالة أمد الصراع، وتحديدا تتهم الولايات المتحدة. واليوم تصريحات الكرملين والناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وحديثه عن المحادثات التي تمت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، وعن أن بوتين أكد لجونسون بأن وصول الناتو إلى الأراضي الأوكرانية ونشر الصواريخ التابعة له على الأراضي الأوكرانية يعني بأن صواريخ الناتو ستصل إلى موسكو بدقائق قليلة. هذا يؤكد ما هو السبب الرئيسي الذي دفع موسكو لإعلان عملية عسكرية، وهو منع الناتو من الوصول إلى الأراضي الأوكرانية. وهذا أيضا يؤكد بأن ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو في حال تم اتخاذ هذه الخطوة موسكو لن تقبل بها، والأمور ستتجه أكثر نحو عرقلة وتصعيد بين روسيا وبين دول حلف الناتو من جهة أخرى، ولا أحد يعلم إلى ماذا أو إلى متى يبدو أن هناك. حسين، إذا كنت تسمعني ونحن نتحدث هنا عن التصعيد من الجانب أيضا الأوروبي، ولكن بات يبدو لمحللين أن النبرة الفرنسية على سبيل المثال باتت تخبو وتهدأ أكثر من قبل. يعني آن كلير كانت تتحدث تقول منذ 3 أيام لسنا طرفا في النزاع مع موسكو بتلك الكلمات، هي وصفت موقف بلادها من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إذن هل من المتوقع أن نرى موقف مغاير تجاه الغرب أيضا من روسيا؟ هل من الممكن أن نرى مفاوضات تسري بين روسيا والغرب، بداية فرنسا والتي بدأت تتكلم بنبرة ربما أو تتحدث بنبرة هي أقل حدة عما كانت تتحدث به سابقا؟ فيروز، بالتأكيد النزاع الروسي الأوكراني أو الروسي الغربي سيتم إنهاؤه عبر المفاوضات وعبر جلسة الحوار، وهذا الأمر الجميع يؤكده إن كان الطرف الروسي وأيضا إن كان الطرف الغربي، لكن توقيت إجراء هذه المفاوضات ليس في المستقبل القريب وحتى في الأفق القريب، والخطوات التي تتخذ من قبل جميع الأطراف لا تبشر بإمكانية عقد المفاوضات في المستقبل القريب. ما صرحت به السلطات الفرنسية وأيضا بعض الدول الأوروبية هذا أبرز ما تعول عليه روسيا خلال الفترة الحالية، وهو عامل استنزاف الدول الأوروبية في الأراضي الأوكرانية. روسيا تعلم بأن الجيش الأوكراني بحاجة إلى أسلحة بشكل كبير جدا وأسلحة مختلفة، وهل لدى الدول الأوروبية القدرة على مواصلة توريد الأسلحة إلى الجانب الأوكراني؟ أيضا السلطات الأوكرانية بحاجة إلى أموال هائلة جدا، والاقتصاد الأوكراني بحاجة أيضا إلى أموال،
وفي هذا الأمر أو في السياق نفسه الدول الأوروبية أيضا تعاني من مشاكل وأزمات اقتصادية واجتماعية، لعل هذا أبرز ما تعول عليه روسيا وهو عامل الوقت وعامل استنزاف الدول الأوروبية في الأراضي الأوكرانية. بالنسبة للجانب الروسي وإمكانية إجراء المفاوضات، نعم يمكن هذا الأمر ويمكن أن تجتمع السلطات الروسية والسلطات الأوروبية، لكن روسيا وضعت شروطها وهي مراعاة شروط الأمر الواقع، وأي يجب الاعتراف بأراضي الدنباس على أنها أراضي روسية، ويجب أيضا في البداية أو وقف توريد الأسلحة إلى السلطات الأوكرانية. في حال أوقفت الدول الأوروبية توريد الأسلحة، عندها موسكو مستعدة للجلوس على الطاولة، هكذا هي التصريحات الروسية. حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من هناك.